السلام عليكم، معكم عبور بشايب، عضو اللجنة الوطنية للرصد والتابعة بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، رئيس فيدرالية فعالية المجتمع المدني، صدى فعالية المجتمع المدني بمقاطعة بعمالة في دمر السلطان. وقبل كل شيء الظاهرة غدا بواحد الاستفحال خطير، وبكل صراحة يحز في خاطرنا نحن كحقوقيون كفاعلون كمنتخبون كجهات مسؤولة سلطات محلية وزارات كلنا خصنا نتحركوا. علاش؟ لأن ملي كنقولوا مغرب النماء مغرب التنمية خصها تكون على جميع المستويات، ما نمشيوش غير التنمية الرياضية ولا التنمية المجالية ولا التنمية الاقتصادية، هذه راها بحد ذاتها راها تنمية اللي إلا ساهمنا فيها وعطيناها الحق ديالها غنكونوا حققنا واحد القفزة نوعية اللي فيها أجران، أجر مع الله سبحانه وتعالى وأجر مع هذه الفئة اللي هي بواحد الوضعية مشينا بكل صراحة ما عدا حتى شي تفسير. أطفال صغار لا يتجاوزون السن 8 سنين 9 سنين ما كيتجاوزوهاش، بارك سميتو واحد وهاداك الشيء غادي كيتكاثر، فتيات قصيرات ضحية ديال الشوارع وكيتستغلوا من طرف أناس اللي هما كنعتبروهم ذئاب بشرية. لهذا ندق ناقوس الخطر لكي تؤخذ هذه الأمور بجدية ويؤخذ هذا الوضع النشز اللي كتعيشه هذه الفئة من المجتمع ديالنا ألا وهو أطفال صغار مقتبل العمر ديالهم كيضيعوا أمام أعيننا ولا أحد منا يمد يد العون أو على الأقل يستنكر هذا الوضع. والأسباب ديالها كثيرة، هو أولها مثلا الحالات الاجتماعية، مثلا أسرة كتكون من أب وأم، والأم كتكون خاصة باقا صغيرة وكيبقى الطلاق بيناتهم، ما كيبقاش الأب باغي يتحمل المسؤولية ديال الوليدات، والأم تاهي باغا تتزوج باش تعيش حياتها الجديدة، والسيد اللي كيدخل بحياتها جديد ما كيتقبلش هذوك الوليدات يرعاهم ولا يتبناهم ولا شيء من هذا القبيل. وكتطبع عندنا هنا واحد تفريغ لواحد المجتمع تعتبر هذه الظاهرة ظاهرة تشرد بلادنا اللي ولات سميتو. كاين عدة عوامل، كاين اللي رصب في امتحان والديه شي شوية متشدين معاه، كتلقى إما خرج لها الطريق هذه ولا مشى انتحر ولا خوى البلاد ولا شيء من هذا القبيل. كاين عدة عوامل اللي كتساهم في تفريغ هذه المعضلة اللي كتنخر كيان أمتنا واللي كتوضعنا أمام واحد التصور اللي لا نحسد عليه. كيف بنا ونحن مقبلون على تنظيم تظاهرة دي كبرى اللي هي في 2025 والوضع عندنا هنا في المحطة الطرقية مثلا ساحة صراغنا فين ممشيتي فين ممشيتي أونتو كتلقى تفريغ ديال هاد الفئات هادي والعدد غادي كيتكاثر بكثير كيتكاثر بكثير. علينا ان نحد من هذه الظاهره، علينا ان نشمر جميعا على سعيد الجد، علينا ان نتفاعل مع هذا الوضع الخطير لانه غادي يبدا كيفرز لنا مجرمين ومجرمات ومتخصصين في التسول، متخصصات في التسول، البنيتات اللي كنا عليهم قصيرات من اللي كيتعرضوا للاغتصابات وكيحملوا فين كيمشيو هذوك الحمل ديالهم؟ الا ما جهداتوش راه غادي تزاد، غادي يعود ابن الشارع ما عندوش الاب ديالو ما عندوش هويه. ولهذا حنا كندقوا ناقوس الخطر الجهات المعنيه كلها، وراه كنا كنتحملوا المسؤوليه مواطنين مواطنات جمعيات حقوقيه جمعيات ذات المنفعه الخاصه او العامه منتخبون جهات معنيه وزاره الشباب وزاره الادماج والاسره عده مكونات اللي خاصها تتحرك تجاه
هذه المعضلة هذه اللي أرى أنها خاصة تخاد بعين الاعتبار وتتعالج هذه الظاهرة بطرق سلسة، لأن إلا بغينا نعالجوها راه خاصنا يكون عندنا مثلا مأوى لهؤلاء لهذه الفئة فين غادي نقويهم، وخصهم يتعرضوا على أطباء باش يتحارب هذاك الإدمان ويتعالجوا منه، ما يبقاوش كيدمنوا هذيك المصيبة ديال السيليسيون ديال هذيك الدوليو وما إلى ذلك وهذيك البوفة وزيد عقيس على ذلك. ولهذا نرجو من كل المعنيين وكل المسؤولين في هذا البلد الحبيب كي يأخذوا الأمور بجدية ويعالجوا هذه الدائرة بكل الأشياء المتاحة لهم لكي ننقض هذه الفئة العمرية من براثن التشرد والتسكع واحتراف الجريمة والاستغلال من طرف الإرهابيين، وكذا دور كيتستغلوا تاهما من طرف الإرهابيين وكذا إلى آخره. هذا هو الفئة اللي كيقلبوا عليها وكيبحثوا عليها باش يمشيوا يكونوها ويديروا لها ذاك الباز سيرفو وهيئوها العمليات اللي غادا تضر بلادنا وسميتو. وهادشي ما يمكنش نسكتوا عليه الا ان نقول وبصدق لكل من هو غيور ويغير عن هذا البلد وعن ابنائه، لان مصلحتنا تتجلى في ان نكون جميعا موحدين حول كل ما من شانه يرقى بمستوانا وسط الدول الناميه، ولكي ياخذ المغرب مكانته، لان ملي كنمشيو مثلا للترتيب في عده بحال التعليم، انا ملي كنشوف هذيك 154 والله حتى كيضرني خاطري، والله حتى كيضرني الخاطر ديالي. وحنا هذا 154 ديال الاميه و كلاسين، وهاد الوليدات هادو وهاد البنيتات اللي كيعيشوا هاد الظروف القاسيه، راه ظروف قاسيه وراه كيتستغلوا من طرف بيئه بشريه. الله يجازيكم بخير، كلنا نعمل بجد من اجل انقاذ هذه الفئه ولمعالجه هذه الظاهره. لا شكرا.